زيك فن تبع الموجة. منير وشام رئيس فرع شبان الاتحاد الرياضي المنسيري. اخترنا اليوم 3 اوت تاريخ رمزي ذكرى ميلاد الزعيم محبوب بركيبة باش ننطلقوا في أكاديمية الاتحاد الرياضي المنسيري. الأكاديمية هذه عندها أبعاد كبيرة بالنسبة لنا احنا كفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، نعولوا عليها في تكوين الشبان، تكوين صحيح على قاعدة صحيحة باش يكونوا خير ممول للفريق في الشبان وخاصة في الأكابر الاتحاد الرياضي المنسيري لتفادي المصاريف الزايدة ومصاريف الانتدابات، فهمت ولا، وتكون أحسن ممول للجمعية. ماذا بيا نوجه نداء الأحباء باش يدعموا الأكاديمية هذية وباش تنجح على يديهم إن شاء الله، إن شاء الله تكون خير ممول للفريق بتاعنا كما الفرق الكبرى وكما الأكاديميات الكبرى الموجودة في تونس. محمد العربي المنستيري، مدير أكاديمية الاتحاد الرياضي المنستيري، مدير فني الاتحاد هذا. اليوم تنطلق الأكاديمية متاع الاتحاد إن شاء الله بالتوفيق لنا والخيان اللي معنا الكوليكا. الفكرة بالأساس فكرة تربوية للشبان هذوما، البراعم هذوما نحاولوا باش نأطروهم ونحاولوا باش نفهموهم كونوا الرياضة بالأساس هي قيم اللي قاعدة نخسروا فيها، قيمة نحبوا نوريهم كونوا فما في الرياضة حاجة اسمها انضباط، حاجة اسمها احترام، حاجة اسمها فرحة الحياة، حاجة اسمها حب الجمعية، حب المجهود، بذل المجهود، هذا كل كا معناها نحاولوا باش نزرعوهم في الشبان هذوما. كيف احنا تخلفنا على الركب خاطر برشا جمعيات لا سبقونا في الفكرة هذه، واحنا نحاولوا باش نكونوا في ان شاء الله نقوموا بالمجهود اللازم باش نخلطوا على سبقونا. البراعم هذه ان شاء الله بتربي يكونوا متواجدين في شبان الاتحاد بعد عامين 3-4، كل باش نحاولوا نخدموا على 9 سنين 10 سنين، نخدموا حتى على 8 سنين، معنا هذوما باش ننطلقوا بهم وان شاء الله من هنا لقدام نحاولوا كل مره نصغروا في السن باش التكوين يكون مأطر. طارق الصيادي، عضو الهيئه التسييريه باتحاد الرياضه المنسيري. اليوم تم افتتاح الأكاديمية الشبان الاتحاد الرياضي المنسيري اللي هي كان مشروع يتخمر معناها في ذهن الهيئة المديرة والهيئات السابقة منذ سنوات، واليوم تم الافتتاح الرسمي بعد وضع كل الأطر والإجراءات القانونية والأمور الإدارية بإشراف سينجي زبيدي على الأمور الإدارية وتحت إشراف المدير الفني للشبان العاصي العربي المستيري. الأجواء كانت طيبة، إن شاء الله معناها تكون هذه الانطلاقة اللي باش تكون المحضنة متاع لاعبين شبان اتحاد الرياضي المنسيري وتعود بالفايدة على الجميع. وأكاديمية اتحاد الرياضي المنسيري باش تكون هي أم الأكاديميات ومفتوحة على جميع الأكاديميات اللي موجودة في مدينة المنسير وخارج مدينة المنسير بما فيه فايدة للشبان وللفريق بصفة عامة. رضا جزيري، لاعب سابق اتحاد الرياضي المنسيري وقائد فريق. الحقيقة أني فرحان برشا بالفكرة هذه، وكان كان تقبل يعني مطعم مستقبل الجمعية في وليداتها هي إن شاء الله ما عطيت له بها الأكاديمية هذه خطر هي المستقبل نتاع الجمعية نتاعنا. نشكرهم برشا اللي استدعونا باش حصلنا شرف باش حضرنا معهم في الفكرة الطيبة اللي هي ديما تعود للجمعية تنفعها برشا.
وان شاء الله يواصلوا يكملوا. ونشكر معناتها رفقائي اللي كانوا يلعبوا معايا الجهاب، وان شاء الله ربي يعينهم الناس كلها. وتحيا يحيى اتحاد الرياضي المنستيري. يا سبوت عيش.